تشهد عملية تصدير السيارات الجديدة من فرنسا وبخصوص مدينة مارسيليا رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة وبضمان مصاريف الشحن للجزائريين. وفي هذا الإطار أعلن وكيل فرنسي خلال صفحته على الفيسبوك تصدير الطراز الجديد لبيجو دو سويت، وهي تحتوي على محرك ديزل HD بسعة 1.6 لتر يولد قوة 92 حصان متصل بعلبة سرعات عادية. أما سعر بيجو دو سويت هو 15900 يورو، أي ما يعادل 330 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية. وزاد قالكم هاد الوكيل أن السعر شامل مصاريف الشحن ولا يتضمن الرسوم الجمركية التي تكون على عاتق الزبون، وأكد أنه يسعى لتصدير السيارات الفرنسية الجديدة للجزائريين بأسعار تنافسية. سلام.